بالساعة 230 يوم 8/12 غمرت مياه الأمطار والسيول جزء من منطقة حي القوسيات في أيسر الموصل. بتوجيه من السيد قائد فرقة المشاة 16 شرعت الفرقة بإجلاء المواطنين الذين تعرضوا للغرق في هذه المنطقة. تم هذا بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومديرية شرطة نينوى. العوائل تم إجلائها إلى حي النور وحي الملايين وأحياء أخرى متفرقة من مدينة الموصل. الفرقة لا زالت متواجدة في هذا المكان تمد يد العون للأهالي الذين تعرضوا للغرق، وأيضا تقوم بتنظيم السير في الطريق المؤدي أو الرابط ما بين محافظة نينوى وإدهوك. اليوم وكما عهدتم الجيش يد تبني وتقاتل ويدا تقدم الخدمات للأهالي. هذا هو الجيش العراقي وهذا هو ديدن الجيش العراقي. وبهذه المناسبة نهيب بإخواننا المواطنين في أيسر الموصل بالتزام تعليمات السلام العامة، وخاصة الأمطار والسيول تسقط بكميات كبيرة جدا على المحافظة. نطلب منهم الالتزام في دورهم، البقاء في مساكنهم، وأيضا الاتصال بقيادة فرقة المشاة 16 في حالة تعرض أي واحد من عندهم لأي مكروه لا قدر الله. منذ تزايد شدة الأمطار في مدينة الموصل لهذا اليوم استنفرت كافة فرق الدفاع المدني توزيع الفرق على المناطق والتقاطعات الموجودة في مدينة الموصل، وأيضا تم استنفار فرق الدفاع المدني الموجودة في الأقضية والنواحي الموجودة في مدينة الموصل. كان لنا واجب في منطقة الرشيدية القطاع الثاني ومنطقة الطوافة في مدينة الموصل ساحل الأيمن. بالساعة 100 تقريبا وصلنا أخبار عن طريق عمليات الدفاع المدني بوجود عوائل عالقة في منطقة القوسيات. تم تحريك فرق الدفاع المدني والمعدات الثقيلة، كان الشفر يعني متواجد ويا هذه الفرق والزوارق. تم وصولنا إلى هذه المنطقة. المنطقة هي عبارة عن بناء ما يعني عشوائي، ما توجد يعني مجاري لتصريف هذه المياه. تم إخلاء أكثر من 115 عائلة بهذه المنطقة، وكان كذلك موجود قطعات الجيش الموجودة في هذه المنطقة العائدة لفرقة 16، كان لهم هم مدوا يد العون لنا بهذا الواجب. احنا قبل هذا اليوم نبهنا الاخوان المواطنين يعني المناطق اللي قريبه من حافه النهر او من في مناطق تكون منحدر، كان يفضل انه يخلونها قبل سقوط الامطار. والله هي امطار غزيره وفيضانات ومساعده الدفاع المدني، وثم الجيش جانا وفرقه 16 الحمد لله استلحقونا. عندنا جماعه يسمون قوم العزاوي، الماي وصل الى السقف، الى السقف مال الطابق الاول، منطقه القوسيات يسموها منطقه الشطل، يعني نحن بالشطل هاي الشطل تضرر كثير. والله يعني تقريبا كثيره، يعني هاي منطقه الشطل كلها تاذت البيوت، الماي تصور وصل الى السقف مال البيت. عندي هسه هاي المحلات مالي مال باتشل مال لفات داست القاعيه بيهم، وعندي الاغراض تكسرت كلها يعني تدمرت راحت. والله نطالب يعني بجهود، يعني اتصلنا انقاذات وجهود فرقه 16 اللي جت والطيبين، نحن نطالب الحكومه انه المجاري، يعني اهم شيء هو عندنا نحن المجاري، يعني ما عندنا حالنا مثل حال الدول، يعني القاع تبتلع الماي كله، يعني كله عيفوت على البيوت، أهم شيء المجاري نحن عندنا.